عنا سما فيات هربينا سوا مزروع فوق ترابها وعجبه كل احبابها وبتضل عالي فوق صباح الخير ليا. صباح الخير سمار. يسعد صباحك. يسعد صباحك وصباح كل مين عم يتابعنا. نهار جديد بتمنى يحمل معه كل الخير والسعادة والطاقة الإيجابية لإلكن. مثل كل يوم عنا العديد من الضيوف والفقرات والأخبار المنوعة. أبقوا برفقتنا بحلقة مميزة كتير. ويسعد صباحك. يسعد صباحك يا سمار عن جديد وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. إن شاء الله يا رب يكون هاليوم يحمل معه كل الخير والصحة والحب لكل الناس. وأكيد عم نطلع عليكم كل يوم من المطعم المميز رمان. نقله شكرا كثير على الاستضافه الحلوه وبدنا نقول يسعد صباحكم عن جديد. ورح نروح دايركت لفقرتنا الاولى. اكيد فقرتنا الاولى يا ليا فقرتنا الاولى من حلب وترميم السوق الاثري. اكيد خلينا نشوف مع بعض. لم يقف المجتمع السوري من افراد ومؤسسات ومنظمات عاجزا امام دمار الحرب. ليكون مشروع ترميم سوق الساقطيه الاثري في مدينه حلب القديمه نموذجا سوريا رائدا لإعادة الأعمار بخبراتها علمية وتشاركية فريدة بين مؤسسة الأغا خان للخدمات الثقافية في سوريا وجهات رسمية وخدمية وأهلية تمثلت بالأمانة السورية للتنمية. وأيضا ترميم السوق نال جائزة إكروم الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية. لحتى نحكي عن هالموضوع أكثر ولحتى نضوي عن هالسوق أكثر وعن الترميم وعن الجائزة أيضا بيزلنا نرحب بالسيدة رشا برهوم من الأمانة السورية للتنمية. صباح الخير رشا. يسعد صباحك. هلا الله يخليكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. بالبدايه خلينا نحكي عن السوق، سبب اختياركم واهميه السوق. تمام. هلا اول شيء نحن مثل ما بنعرف انه حلب هي اقدم مدينه ماهوله بالعالم، دخلت على لوائح اليونسكو بال 1986. كلياتنا بنحب التراث الحلبي سواء كان مادي او غير مادي. هلا مدينه حلب القديمه فيها 37 سوق. سوق الساقطيه هو السوق يعني بيوقع على الخط المستقيم بين باب انطاكيا وسوق الزرب، فهو مثل شريان رئيسي لأسواق مدينة حلب القديمة. لحتى نختار السوق، كلاتنا بنعرف انه حلب تدمرت بال 2000، اسواق حلب تدمرت بين 2012 2013، فهالاسواق كان في جزء منها مدمر بشكل كامل، جزء متضرر بشكل وسطي وجزء مدمر بشكل جزئي. تم وضع عدة معايير لاختيار سوق انه يكون هو مثل نموذج لباقي الاسواق ويكون خطوة اولى. فسوق الساقطيه هو متضرر بشكل جزئي، هو موقع استراتيجي ما بيستغرق وقت بإعادة الترميم، فلهيك تم اختيار هذا السوق. تمام. خلينا نحكي يمكن أسواق حلب القديمة بتتميز بعراقتها، بقدم الحجارة، بقدم يعني وين ما اتجهتي في آثار موجودة عمر آلاف السنين. خلينا نحكي يمكن كيف رح نرمم هالشي. أكيد رح نفقد بعض من الممتلكات القديمة، ولكن كيف فينا نحن نرممها أو نعطي شيء نفس الروح يكون بنفس المنطقة. تمام. هلا بشكل عام يعني اكيد هي الحلب يعني او سوريا بشكل عام هي طائر فينيق، فهي دائما تعرضت للتدمير على اكثر من مره بخلال الاعوام او الحقب السابقه. اكيد ممكن ما يكون اعاده الترميم نفس ما كان السوق بالاخير. اعاده الترميم او نحن مخلينا نتفق على مصطلح هو اعاده احياء، لانه بالاخير هو في شقين للعمليه، في عندك الجانب المعماري واعاده التأهيل والجانب المعنوي. نحن كثير فقدنا بحلب القديمة الجانب المعنوي اللي هو التراث اللامادي، المجتمع المحلي، المحيط بالفضاءات الثقافية أو الموجود ضمن النسيج العمراني. فإعادة الإحياء أو إعادة الترميم ما رح تكون بشكل كامل بالأخير. نحن فقدنا جزء كبير، بس نحن بنحاول نوصل لمرحلة تكون كتير بمعايير دولية بشكل كتير تقريبي من كيف كان السوق قبل الحرب. يعني أكيد عم بحسدوا هلأ السوريين بإعادة الأعمار من أول وجديد، ثمار العمل والجهد. خلينا نحكي عن دور الأمانة السورية للتنمية بإعادة الترميم
وشو هو دوركم هلا اليوم؟ شو لامستوا نتائج؟ تمام. هلا بشكل عام السوق السقطيه او اعاده تاهيل السوق السقطيه كان هو مشروع اتفاقيه مشتركه بين عده جهات رسميه متمثله بمحافظه حلب، جهات اهليه متمثله بالامان السوري للتنميه، ومديريه الاثار والمتاحف هي جهه اثريه معنيه، مؤسسه الاغا خان كجهه دوليه. فالدور الأماني كان أكثر شيء بيتركز على الجانب المجتمعي والاقتصادي، فكان بأكثر من مرحلة. المرحلة الأولى كان في اجتماع مع التجار بحضور الشركاء لحتى نخبرهم كيف رح يتم إعادة الترميم، شو هي التغييرات اللي بدها تطرق على السوق، إنه كيف رح يكون الموضوع. بعد هيك تم اختيار لجنة من هالتجار اللي هن في 53 محل بسوق السقطية، تم اختيار لجنة من هالتجار حتى تنقل تحدياتهم، المشاكل اللي عم يعانوا منها للأماني والشركاء. فأحد هاي المشاكل كان سرقة المحلات، لهيك نحن بالأماني حاولنا نجيب لهم مستلزمات أولية للمحلات. بعدين اتجهنا لشيء تاني اللي هو وقت اللي بلشت عملية إعادة الترميم، في بعض التجار ما كان بتساعدهم ظروفهم المادية إنه هن يرمموا. فكمان نحن شو صار، رممنا حوالي 13 محل من أصل 53 للتجار اللي كانت حالتهم المادية ما بتساعدهم. طبعا نحن هم لازم نشير أنه السيد الرئيس قدم منحة لكل تاجر بسوق السقطية لحتى هاي المنحة كانت كافية أنه يا أما ترمم له المحل يا أما يشتري له معدات. كمان كان في مشكلة عم يعانوا منها التجار هي ضياع أو سرقة الثبوتيات، فنحن كمان اشتغلنا معهم بالمصالح العقارية. تمام، ثبوتيات الشخصية وأوراق الملكية للمحلات، يعني ثبوتيات عقارية. فنحن كنا عم نشتغل معهم لحتى نجيب لهم أوراقهم الثبوتية. وطبعا هذا الشيء كمان كان بتعاون مع الشركاء اللي هن ضمن الاتفاقية. محافظة حلب كمان كانت مشكورة، كانت عم تتابع متمثل بالسيد المحافظ كل هاي القصص، يعني إنه دائما مع مديرية الكهرباء، مع المياه، مع الصرف الصحي مشان ترميم البنية التحتية. الأغا خان كانت عم تشتغل على الترميم المعماري، ونحن كنا عم نشتغل على الجانب المجتمعي، ومديرية الآثار كانت عم تتابع بالمعايير الأثرية. طبعا تمام، يعني وكمان شفنا من الأسبوع الماضي أو اللي قبله كان في معرض بالدكية السليمانية، شارك فيه تجار حلبية، هنن كانوا مثال لكتير ناس. مزبوط. كيف رجعوا من جديد عيشوا الصنعة تبعهم بأسعار رخيصة بتناسب كل الناس وبجودة عالية جدا، مثل ما معروف من أهالي حلب. تحب تضيفي شيء؟ تماما. هلا هي يعني هي بظن هي الفكره الاهم، انه نحن مع اعاده الترميم المعماري دائما لازم نشتغل على الجانب المعنوي. تمام. يعني هدول المجتمع اللي فقد جزء كثير كبير من سواء كان الاهاليون او سواء كان الجزء اللي تهجر او الحاله الماديه، فنحن لما عم نساعدهم لحتى هن يظهروا بشكل كثير او يكونوا بشكل كثير منيح، يعني يرجعوا يفتحوا محلاتهم، يرجعوا يعيشوا بالسوق، يمشوا بالسوق، فانت رجعتي بثيتي الروح والنبض للمدينه القديمه. اكيد. خلينا نحكي عن الجائزه واهميه الجائزه اليوم برايك. اكيد الف مبروك، يعني شيء بيفرح القلب. طبعا هلا هي الجائزه بهذا الوقت بظل الحرب اللي عم نتعرض لها، الحرب الثقافيه اكثر ما انها الحرب السياسيه، فهي مثل اعتراف بمثابه اعتراف دولي او خارجي بقدرتنا كسوريين لنحافظ على تراثنا، بقدرتنا بضمن الخبرات المحلية والإمكانات اللي موجودة عنا أنه نرجع نرمم اللي تبقى من تراثنا الثقافي، أو نرمم الآثار التراث الثقافي اللي تهدم، وبمعايير دولية وعالمية. فبس كمان نحن نرجع منقول الجائزة الأكبر أنه نحن رجعنا التجار لمحلاتهم. أكيد. رجعنا لهم حياتهم الاقتصادية، حياتهم الاجتماعية، رجعنا أهالي حلب للمدينة القديمة.
لأنه بالأخير المجتمع المحلي الموجود أو المحيط بالفضاءات الثقافية هو جزء ما بيتجزأ منه. رجعته أمل كبير لكل الأشخاص، يعني أمل أنه كل شيء حيرجع تماماً. إعادة الأعمار حيمشي حالة بشكل مثل ما عم بيحكوا على السوق، ما عم بيترمم مثل قبل، عم بيترمم بطرق حديثة بشكل أجمل مخدم أكثر، مو بطريقة صح كمان. تمام. هلأ هي الفكرة الحلوة اللي هي العمل الحكومي مع العمل المجتمعي، يعني تمام. هي بادرة كتير جميلة، لنحن مثلا التعاون بين الجهات الرسمية والجهات غير الرسمية عملت والمجتمع المحلي، فهي كانت نتيجة سوق السقطية المجاور لسوق السقطية. نحن عم نشوف سوق خان الحرير عم يترمم حاليا ومشاريع لاحقة، فهي كتير حلوة بتورجي التعاون انه دائما بين الجهات الرسمية وغير الرسمية والمجتمع المحلي بينتج شيء كتير جميل ورائع. تمام. نحن يعني دائما بنشوف اوراق او بنسمع حكي، ولكن التنفيذ اليوم هو ملموس صار على ارض الواقع. طبعاً. اكيد بهمه فريقكم وبهمه وتعاون التجار الحلبيه، اكيد بدنا نوجه لهم تحيه كتير كبيره. ولكن خلينا نعرف يمكن هالامل اللي زرعتوه اللي حصدتوه بفتره قليله، قديش في امل انه كمان نبلش بباقي الاسواق ونرمم باقي التجار باقي العالم يلي هي يمكن فقدت الامل انه ترجع تحيا من جديد؟ هلا هذا الشيء بيرجعنا للاجتماع الاول مع التجار، وقت ما اجتمعنا معهم فانه ما كان يعني ما كانوا ابدا متقبلين الفكره او ما كانوا مصدقين، يعني انه بالاخير انتم عم توعدونا انه انتم رح تخلصوا ترميم بسنه ونص، يعني كان المشروع بنهايه 2017 ب 2019 خلص، انه انتم رح ترجعوا رح تعملوا بنيه تحتيه رح تزيلوا تعديات، انه ايه نحن قادرين، في تعاون بين يعني المحافظه كثير عم تساعد، الموجوده جهه دوليه مثل اغا خان بالخبراء، الأمانة عم تشتغل معكم على الأرض وأنتم بتعرفوا عملنا. فكانوا أول شيء متخوفين لما شافوا الشغل، لما افتتح سوق السقطية، فصرنا نشوف إنه المجتمع المحلي هو عم يجي لعنا عم يقلنا إنه نحن رح نشارك، نحن بنتمنى، نحن بدنا إنه نرجع حلب القديمة مثل ما كانت. عم نشوف كتير تجارب لمجموعة من المهندسين كتير حلوة على بمجال إعادة الترميم، يعني أكيد بفترة زمنية كتير قصيرة عملتوا إنجاز كتير كبير. تمام. وألف مبروك الجائزة عن جديد. الله يبارك فيكم. وأكيد نشوفك بحلقات قادمة وإعادة أعمال إن شاء الله لك إن شاء الله يا رب. إن شاء الله الهوية الثقافية هي متجذرة فينا والحفاظ عليها هو واجب لكل السوريين، مشان نحن نحفظ لأولادنا ولأحفادنا تراثنا وعراقتنا. 100%. وأكيد بدنا نقول تحييتنا لكتير كبيرة لكل الفريق يلي اشتغل طبعاً. تعب سهر الليالي طبعاً. ولكل الشركاء يلي كانوا كان لهم إيد بزرع الأمل وإعادة حياة لمدينة كلها حياة طبعاً. ولناس مليئين بالحياة. أكيد. التحية للشركاء والتحية للمجتمع المحلي بحلب. أكيد. شكرا كتير لك رشا. أما هلا مشاهدينا فتحت عنوان إبداعات هندسية، أقامت نقابة المهندسين معرضا علميا بمناسبة أعياد تشرين. قدم المعرض 19 مشروع بكافة الاختصاصات الهندسية والطبية يلي بتعتمد على تطبيقات الذكاء الصناعي. وخلينا نتابع تفاصيل أوفى مع مراسلنا باللاذقية مازن محمد. تحت عنوان إبداعات هندسية تقيم نقابة المهندسين معرضاً علمياً بمناسبة أعياد تشرين، قدم المعرض 19 مشروعاً بكافة الاختصاصات الهندسية والطبية التي تعتمد على تطبيقات الذكاء الصناعي في حياتهم العملية. الحقيقة أبهرنا بهذه العروض التي قدمها زملاؤنا التي تعتمد على تطبيقات الذكاء الصناعي في 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 حياتنا العملية، يعني من جهاز مؤتمت لقياس دقات القلب وإلى يد للشلل الرعاشي ومرض باركنسون إلى مخرطة إلى إلى إلى، يعني حقيقة كانت مشاريع جميلة جدا جدا ونحن فخورين جدا جدا بأداء زملائنا. عاملين مشروع عبارة عن نظام روبوتي ذكي مطبق على هيكل سيارة، مهمته هو البحث عن غرض معين، انت بتعطيه صورة في هاي الغرض اللي انت بدك اياه، فهو بيوجد الغرض من الصورة اللي انت اعطيته اياها وبشوف لونه وشكله، وبعدين بيبلش بحث عن هذا الغرض بالبيئة المحيطة فيه.
في حال شاف نفس الصنف مثلا للغرض لتنايها بيشوف ناهي الاكثر تشابها من ناحيه لونه وشكله بيروح تجاهه لهذا الغرض. مشروع ستره عسكريه ذكيه بتقوم هاي الستره فكره اتت من تقوم تحديد موقع العسكري والجندي من خلال فكره الحرب في كثير عالم خطفوا جسامين شهداء مرجعيات، فبالتالي هي بتحدد موقع الجندي وبالتالي بترسل رساله لمركز قيادي من خلال هذه الرساله مثل ما شايفينها قدامكم بتقوم من خلالها بنعرف موقعه وبنعرف نبضات قلبه. في قسم ثاني للمشروع هو السياره، عندنا سياره بتفوت على المنطقه قبل العسكري مشان تبعث له معلومات، يعني انه تستكشف المنطقه وبتبعث له المعلومات للعسكري قبل ما يدخل. طبعا السياره عليها حساسات، عليها حساس كاشف معادي مشان الغام، عليها حساس اللهب مشان اذا في نيران، وحساس الحركه بتاخذ النتائج وبتبعتهم من خلال البلوتوث على شاشه موجوده مع العسكري. هالمشاركه كثير حلوه وكثير جميله لانه هي عم ترعى كثير المشاريع التطبيقيه، وخاصه هون المشاريع اللي عم تكون مشاريع صناعيه بتفيد البلد، خاصه نحن هلا بمرحله مرحله اعاده اعمار، فنحن بحاجه لاي شيء ممكن يزيد تطوير البلد، وخاصه الخريجين لازم نربط بين سوق العمل، فهيك الات وهيك معارض كثير عم تربط بيناتهم. نحن عم نعمل نماذج طبيه ل خلينا نقول المعوقين واشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه، بالاضافه لذلك نحن عندنا شيء للمواد الطبيه للادوات الطبيه يلي هي غير متوفره حاليا بالسوق بسبب الاوضاع الموجوده، فنحن عم نحاول نعوض هذا النقص بالمجال الطبي. وبالمجال الهندسي كمان في السوق كثير بيعاني من ناحيه نقص بقطاع التبديل، سواء قطاع تبديل لالات كهربائيه لسيارات، كمان الالات ثلاثيه الابعاد عم تحاول تغطي جزء من هذا الموضوع. هذا المعرض هو باكورة أعمالها ويلبي مقصد ما وراء الهندسة، وأنهم سائرون تجاه العلم وتسخير موارد الطبيعة لما فيه تطور الحياة الإنسانية بشكل عام. ووصلنا لفقرتنا التالية يا سمر، فأساليب وطرائق تربوية عديدة بها تصنع الشخصية ومعها بترتكز وبتركز الصورة الذهنية بأجيال واعدة، فما دور الرقابة الأسرية والأساليب النمطية في التربية؟ رح نحكي أكثر مع الأخصائية التربوية والنفسية الدكتورة خيرية الأحمد. صباح الخير. سعد صباحكم. سعد صباحك دكتورة، أهلا وسهلا فيك. سعد صباحكم خير يا رب. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. بالبدايه خلينا نحكي عن الرقابه الاسريه، شو لها دور بالتربيه، ونحكي كمان عن الفرق والتوازن بين الاهمال والاهتمام كمان. طبعا. الرقابه الاسريه هي هلا كل الاشخاص لك شو يعني كلمه رقابه اسريه؟ الرقابه الاسريه هي التوجيه والمتابعه المباشره او غير المباشره للابناء بظل التنشئه الاجتماعيه والاسريه اللي انا عم تكون موجوده خلال المراحل العمريه كافه، سواء كان من مرحله الخمسه الطفوله المبكره او مرحله الخمس سنوات، اللي انا كثير دائما بركز عليها بكل باي موضوع احنا عم نحكي بالتربيه او الاسره. خمس سنوات الطفوله الاولى هي كثير مهمه بتكوين وتركيز كثير من العادات والتنشئه الاجتماعيه الصحيحه والسليمه، وحتى المراحل العمريه كلها كافه. بس مثل ما قلت، مباشره وغير المباشره، يعني في شيء انا لازم ركز عليه من خلال تنشئتي الاجتماعيه لابنائي بشكل هيك مباشر وواضح، عم نبهوا عليه، عم قلوا عليه، عم وجهه، عم تابعوا عليه. او في شغلات تانية باسلوب غير مباشر مثل اساليب القدوه، النمذجات، حكايه القصص، العبارات المشجعه، الرسائل اللي ببعثها بيني وبين ابني، اساليب كثيره انا فيني اتبعها باسلوب غير مباشر. هي كان مفهوم بسيط عن الرقابه الاسريه. اما فيما يخص الاهمال والاهتمام الزائد، هن في فرق كثير بيناتهم. للاسف نحن بنلاحظ بعض الاهالي من اسرنا هن يا اما انا كثير بهتم كثير يا اما انا ما بسال كثير، واثنيناتهم تماما للاسف. الاهمال الزائد هي اللي انا شخص ما ببالي شو ما بده ابني يعمل يتصرف، سواء عادات سلوكيه كانت بالبيت موجوده، مهارات حياتيه شخصيه، او سواء كانت عادات هي لعلاقاته المهنيه بشكل خارجي اجتماعي او علاقات بيئه وظيفيه او عمل. فهذا الشيء بيكون انه انا لا ما ببالي، ما بتابعه، ما بسال ابدا باي تصرف هو سوا، فهذا بيعود عليه كثير نتائج وكثير اثار سلبيه على ابنائه وعلي انا كحدا مربي لاسرتي لعائلتي.
اشيل الاثار السلبي اللي انا بدي بيقع على عاتق الطفل اللي هو انا ما عم بالي او اهتم بتربيته. اول شيء انه انا ما عم حمله مسؤوليه، ما عم علمه كيف هو حدا يكون قادر على وضع خطه واهداف رئيسيه بحياته. يعني انا كثير بقول للاهالي نحن من ابنك من هو عمره 5 سنين دائما علمه يكون عنده يعني يعرف شو يعني كلمه انه انا بلشت نهاري، في عندي مهام بدي اديها، ما يكون هو حدا بس ماشي عشوائيا انه خلص شو ما بدي بشتغل بهذا يعني اليوم. انه يحدد وقت للدراسه، وقت للاكل، وقت للنوم، هيك يعني انت يتعلم الترتيب والتنظيم، يتعلم انه في شيء بالحياه اسمه هدف حتى من هو صغير، انه انا اليوم عندي لازم اكتب وظيفتي، اروح على المدرسه، اكتب وظيفتي، ارجع ساعد ماما، يعني في عنده اولويات ومهام لازم هو يشتغلها من هو صغير، لازم يتعلم على هذا التفكير. طالما هو تعلم على هذا التفكير فهو وقت صار كبير فحياته حتكون منظمه مرتبه، حيكون في عنده هدف سامي هو تابع لحتى يحققه. وبنفس الوقت انا بربيت طفل هو ما له اتكالي، يعني قائد اكيد هو رح يكون اتكالي على الاشخاص الاخرين، ما عنده تحمل مسؤوليه. طيب دكتوره، عم نشوف هلا يعني هلا الجيل اللي عم يتجوز من 10 سنين لهلا هن بس عم يجيبوا ولد واحد لانه الظروف صعبه، الماديات كثير صارت صعبه لتربي ابنك بطريقه صحيحه، ولكن بنفس الوقت هذا الولد هو عم ينعطى دلال كثير كبير، عم ينعطى اهتمام كثير كبير، ويمكن ببداية دمجه بالمدرسة أو بالروضة أو مع أشخاص تانيين عم نشوف ذكاء فظيع، ولكن ما عنده هاي الخبرة الاجتماعية. تمام. يعني خلينا نحكي عن السلبيات يلي بتولد الدلال الزائد والاهتمام الزائد وخاصة للولد الواحد. تمام. السبب الأساسي بهذا الموضوع هن الأهل، هي قولا واحدا، كان واحد وكان عشرة. تمام. الدلال الزائد تماما، لانه حتى هلا بالطفل في فرق شوي بين الطفل الوحيد بين الابناء المتعددين، لانه هناك في عندك اسمه هذا الشخص الطفل الوحيد عم ياخذ كل محور الاهتمام، وفي عندك هناك في شيء نوع من التمييز بين الابناء، هم تختلف الحاله، هم مختلفه عن الحاله الثانيه. بس انا عم بحكي عن الطفل اللي هو مدلل كثير الوحيد، طفل دائما كيف ما انت بتعلميه فهو عم يتقمص شخصيتك، اذا انت عم تتبعي قدامه اساليب تربويه او عم تتبعي اي سلوكيات فهو عم يتقمص وعم بيقلد. احنا بنعرف كثير اولاد اخواتنا او شيء اي حركه بنعملها بشكلنا او شيء بيحاولوا يقلدونا، وحتى بيحاولوا يقولوا انا كذا، حتى بيتكنى باسمك اذا هو كان معجب بشخصيتك، فهو عم بيقلد وعم يتقمص هاي الاساليب اللي هي موجوده قدامه. فانا طالما عم بعطيه عم يكون هو عم يشوف كل شيء عادات سلوكيه، انا عم بعطيه اي شيء بده اياه، فانا عم علمه على بيئه، عم عوده على جو، على بيئه رسمت له اياها ورسخت له اياها، فهو انتقل من بيئه الجو اللي هو دلال زائد عاد كل شيء كل شيء بدي اياه عم بحصل عليه، لبيئه ثانيه في منافسين باعتقاده هو طبعا، لانه انا اليوم الانسه مو بس عند هذا الطفل، عند كذا طفل، فهي اكيد ما راح يكون محور الاهتمام هو موجه بس لهذا الطفل، راح يكون لكم كبير من الاطفال، فهو ما بيتقبل هذا الموضوع، بصير عنده نوع من الانانيه، بصير عنده نوع من العدوان تجاه رفقاته، يعني هو ما بيتقبل البيئه اللي هو موجود فيها، لانه هو باعتقاده نفس الجو اللي انا موجود فيه بالبيت لازم انتقل عليه لازم الاقي نفس الاهتمام. طبعا. فهو فقد الاهتمام اللي هو كان موجود، فعانى من كثير قصص، يمكن تضطرب، يمكن يصير معه اضطرابات نفسيه اكثر، يمكن يكون يصير عنده خوف ورهاب اجتماعي، يمكن يكون عدوان بالشق المنافي له، يمكن يصير معه تبول لا ارادي، يمكن يتجه لامور الكذب حتى اذا عمل مشاكل مع رفقاته، لانه هو دائما متعود يحصل على اي شيء ما راح يقول لاهله انه انا شو عملت، فهو يمكن يصير معه كثير اساليب اضطرابات نفسيه او سلوكيه ناتجه من خلال هذا الاسلوب، لانه طبعا اختلفت البيئه من هون لهون. هلا كثير بنسمع مثلا اطفال عم بكذبوا مثل ما حكيتي، واطفال مثلا عم بيغشوا، يعني هنا صغار كثير مثلا عم بيغشوا، عم بيتنقلوا مثلا من رفقاتهم، عم بيطالعوا دفتر، عم بيعملوا يعني اشياء مثلا كلها هي خطا، كيف ممكن الام تتعامل بهذا الموضوع؟ وخلينا نحكي كمان عن الفرق بين الدلال والتجاهل، الام شو تعمل؟ يعني تدلل كثير الولد ولا خلص تتجاهله؟ وامتى وقت التجاهل الصح وامتى وقت الدلال الصح او الخطا؟ الفكره اللي قلتيها هلا بالسؤال الاول اللي عم تساليني اياه كثير مهم، نحن نحكي عن شيء اسمه الاستقرار العاطفي. تمام. يعني انا اليوم كثير نحن حتى مرقنا نحن وصغار باساليب، احيانا وقت يكون عندنا احد الابوين هو كثير قاسي او متسلط او بيستخدم اسلوب القسوه معنا، نحن خوفا من العقاب اللي رح يكون موجود علينا نحن نتجه للكذب، وهذا شيء هذا الشيء كثير خاطئ. دائما انا بقول انه في شيء اسمه استقرار عاطفي، اعطي الامان والاطمئنان والامان لابنك حتى هو يجي يحكي لك، انا بقول له انه انت احكي لي وانا ما راح احكي لي، انت احكي لي شو صار معك وانا اكيد ما راح اعاقبك، بس لحتى افهم شو الموضوع نحله بكل طب بساطه. طيب اللي ما بيحكي كيف بدك تخليه يحكي؟ بصيري انت بتحكي له قصصك؟ طالما انت اعطيتيه الامان والاستقرار هو راح يحكي. بس انا هو طفل ما بيحكي. هلا بدك تصيري تحاوري تعطيه دائما انت تحكي له قصص، انه انا تعدي مثلا تقارني مثلا، مو مقارنه بين الابناء، مثلا تخلي جو
بتقعدي انت ورفيقتك انه عم تحكوا حديث، انه شوف رفيقتك كانت عم تقول لي شو الحديث اللي كان عم ينطرق، بس مو دائما مو باسرار خصوصيه، اللي هي كمان مشان نفرق بيناتهم، ما نكون عم نحكي الشيء الخصوصي كثير، لا موقف حياتي عام، يعني هو مواقف اجتماعيه وارد تصير مع اي شخص كان موجود بالعلاقات الاجتماعيه بشكل عام يعني. فانت هون اهم شيء تعطي الامان، هلا اي حدا الامان، واول مره كذاب، ثاني مره كذاب، ثالث مره صرنا نهدده انه في عقاب او هلا شو ممكن يكون العقوبه المناسبه لموضوع الكذب لحد ما انه الوحده يعني خلص ينام من حياته وراس الولد يعني؟ تمام. برايك هلا في شغله كمان في شقين لهذا الشيء، انه اول شيء انا ما ضل له انت عم تكذب، يعني حاول انا ما كرس له هي الصفه، يعني اذا انت عم تقول له انت كل مره عم تكذب علي، فهو صدقا يمكن مره ما كذب، يمكن بموقف حياتي ما كذب علي، فانا وقت عم بقول له انت كل مره عم تكذب، فهو صار شو انا عم عزز له الصفه، فانت انه انت خلاص انت شخص الكذاب، فهو انه انا كذاب كذاب ليش لحتى احكي الصفه، فبصير هيك بيمشي بصفه انه صفه منسوبه لي، فخلاص انا بمشي فيها. فهي اول شغله ما لازم تضل له انه انت كذاب، انه انت انا بعرف انه انت صادق رح تحكي لي الصدق، فهو رح يحكي. واهم شيء الامان، يعني هلا كلمه الامان كلياتنا بنقول انه هي شو يعني كلمه امان، اعطي الامان هي مو بس بالحكي، يعني مو انا انه احكي له وانا ما حاعمل شيء معك، هو بجوز يقول عم تحكي معي هلا بعد شوي رح اكل العقاب اللي هو رح تنفذه، بس الاحساس الشعور بالاستقرار والامان والاطمئنان هو ما بيجي عن طريق الكلام فقط، بس هو بيجي عن طريق السلوكيات اللي انا عم بتعامل معها. طيب مثل ما حكينا خيريه، خلينا نحكي عن العقوبه المناسبه للطفل وبالاخص بالاعمار الصغيره. وفي شغله ثانيه، هذيك المره مثلا قصه الغش، بنت رفيقتي مثلا غشت، فقلت لها شو رايك انه نحكي قدامها قصه انه انا وانت انه على اساس بنعرف ولد غش تماما وحطوا له صفر بالمدرسه ايه وعاقبوه، وثاني مره اذا شافوه غش مثلا حيطلعوه من كل المدرسه، انه هذا هو اسلوب صح ولا خطا؟ اسلوب صحيح. تمام. اول ما كنت بلشنا بالحكي عن الرقابة الأسرية تماما حكينا اسلوب النموذج القدوي واسلوب القصصي، يلي هو انه انا دائما بحكي عن حدا، طبعا ما بحكي عن حدا مقرب اللي هو الاخ، لانه هون عم بعمل شيء سلبي، عم خليه هو يغار من اخوه او يحقد على اخوه او يصير شيء مشاعر سلبيه، هون انا لازم اكون عم بحكي معه بطريقه انه عم بعطيه نموذج قدوي هو ايجابي، بس هو ارتكب شيء سلبي، فانا لحتى كيف عدل السلوك. واحيانا فيني احكي له قصه انه صار هيك، بتعرف هلا انا مثلا احد المواقف من فتره كان معي ولد كثير بيروح على الكونتر بيحب يلعب العاب بلاي ستيشن مثلا بمحل، فانه فيك انت ترهبيه باسلوب بسيط انه هذا المحل بيجي عليه اشخاص مو مناح، يمكن هذا المحل ما هو مرخص، فيمكن يجوا مثلا يعملوا له قصه، فهو فعلا عنجد هيك بيصير، هو ما كان بباله هذا الموضوع، حتى لو عند بيصير باللاوعي انه هو عم يقنع حاله تماما. فانا ليش لحتى انا يصير فيني الموقف اللي هي عم تحكي لي عنه، يمكن انا مثلا النسب لشخص ما هو كويس، دائما انا ليش مثلا اللي حكيتي بالمقدمه الصوره الذهنيه انا كثير بدقق عليها، دائما بقول للابناء مثلا عم بتعامل معهم بدورات انه انت حلو، انت شخصيه وانت حلو وانت سلوكياتك حلوه، فليش عم تعمل هذا السلوك اللي هو ما بيناسبك، هو ما بيناسب شخصيتك الحلوه والمرتبه، فخلي صورتك قدام العالم تطلع مرتبه وحلوه، فهنا اوكي بيصفنوا شوي انه ما حق عم تحكي ليش بالموضوع. تماما ليش لحتى روح كل شيء ايجابيات عم تحكي يعني، هلا يمكن هي ما تكون ايجابيات كثيره، دائما نحن لازم نستخدم العبارات المشجعه يعني إيجابية. احيانا الاهالي بيستخدموا مع اولادهم حتى الرسائل النصيه، يعني مو غلط انه انا مثلا بالشهر ابعث رساله نصيه لابني اللي معه على معه موبايل او عنده عبر له بطريقه عبر له عن المدى الايجابيه اللي انا عم حسها تجاهه، مدى الانجازات اللي هو عم بيقدمها، تقديره له عم اقدره اكثر يعني. دكتوريا ما في احلى من انه الواحد يقدم مشاعره بصدق وبعدل لحتى ان كان بعمر السنه وان كان بس ليكبر ويصير شاب، الاهم شيء العدل ان كان بالمشاعر أكيد. وان كان بالعقوبه وان كان بالثواب ايضا. نشكرك كثير دكتوريا واهلا وسهلا فيكي. شكرا لكم. شكرا لك، شكرا على نصايحك القيمه والحديث اكيد لا يمل، اكيد كل النصايح بتنعم. شكرا لك. اهلا وسهلا فيكي. اما هلا مشاهدينا فخلينا نروح الى غرفه الاخبار للاطلاع على اهم المستجدات يلي عم تشهدها الساحه السياسيه مع زميلتنا لور خضر. صباح الخير يا لور. صباح الخير ليا. موجز لاخر الاخبار بعد الفاصل.
أهلا بكم. تلقى الرئيس بشار الأسد عددا من برقيات التعزية بوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم. وأعرب الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون في برقيته عن تعازيه بوفاة المعلم منوها بالدور الذي لعبه في مسيرته العملية داخل سوريا وخارجها. كما أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في برقية مماثلة عن تعازيه بوفاة المعلم الذي كرس جل حياته في خدمة وطنه وأبناء شعبه. وفي برقية تعزية قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنه في أدق المراحل التي تحتاج فيها الأمة لقاماتها الشامخة نفقد اليوم وتفقد سوريا واحدا من تلك القامات ويغيب الموت صوتا أو يغيب الموت صوتا عربيا ما نطق إلا للحق. بمشاركة ممثل الرئيس بشار الأسد وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام شيعت دمشق وسط حضور رسمي وشعبي جثمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم. وانطلق موكب التشييع من مشفى الشامي إلى جامع سعد بن معاذ حيث صلي على جثمانه الطاهر ووري الثرى في مقبرة المزة. قتل مسلحان وأصيب آخرون من ميليشيا قسد جراء هجمات طالت تحركاتهم من قبل مجهولين في ريفي الرقة ودير الزور. وقالت مصادر أهلية أن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت قرب إحدى نقاط تلك الميليشيا قرب قرية الخيالة غربي الرقة ما أدى لمقتل 2 من مسلحيها. كما أفادت المصادر بأن سيارة عسكرية لقسد تعرضت لهجوم في بلدة الشعفة بريف دير الزور. جدد مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط التأكيد على أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاك للقانون الدولي. وأعرب عن قلقه حيال مخطط سلطات الاحتلال إقامة مستوطنات جديدة في القدس المحتلة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يقوض إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ختام الموجز، عودة إليك لا. شكرا لور، واكيد متابعينا بصباحنا لليوم. وصلنا لفقرتنا الاخيره سمار، اكيد لاخر فقره اليوم عن التحفيز والنجاح والتحفيز الذاتي. احكي لي عنك ليا، احكي لي عن شو هو مخططاتك لقدام، شو هو التحفيز الذاتي بالنسبه لك وكيف ممكن توصلي للنجاح؟ هلا دائما هلا انا حدا يمكن حلمه او الشيء اللي بيطمح له ما بيتوقف، ودائما يوم عن يوم يمكن بتزيد القصص جواتنا، ودائما يكون عندنا ايمان انه نحن قادرين لحتى نوصل لهدفنا. وحتى التحفيز الجو المحيط نحفز بعض ونشجع بعض رح نوصل للي بدنا اياه. اكيد اكيد يا ليا، بتمنى لك اكيد توصلي للنجاح، والنجاح لنجاح اكيد اكبر ليا. فقرتنا الأخيرة حنحكي عن لوحات النجاح ومخططات عدة لكل الأشخاص بيحلموا أنه يصلوا إليها، لكن هل الرغبة والتخيل هو كافي للوصول إلى ما يبتغيه؟ ما هي أهم الخطوات التي يجب العمل عليها للحصول على تحفيز صحيح؟ معنا اليوم ديما سليمان اختصاص موارد بشرية. يسعد صباحك. صباح الخير فيكي، كيفكن؟ صباح الخير، الحمد لله، وجوهكن محفزة. خلينا لكن نبلش من الوجوه ومن الجو المحيط، كيف فينا نحن نكون مؤثرين ونتأثر بشيء إيجابي لحتى نتحفز أكثر، لحتى نطمح ونحقق الشيء اللي بدنا إياه أكثر؟ تمام، هلا خلينا بس هيك نوضح لهم للعالم إنه شو هو التحفيز ليقدروا يدخلوا كمان معنا بالجو. هلا التحفيز هو الحوار الداخلي الإيجابي مع النفس، يعني أنا شو بحكي لحالي خلال يومي بأيامي كلياتها، بحكي بطريقة سلبية أو إيجابية. التحفيز هو الحوار الإيجابي وليس السلبي، يعني أنا مثلا إذا حققت هدف بقول حالي يلا برافو ديما انك انت عملتي للهدف، اذا طب ما حققت هدف قول يلا ما عليش دمدوم مرئي هالمره، بس بحكي مع حالي هذا الحكي ولا لا؟ اذا صار معي شيء انا بقعد بكين، يعني انا مثلا خلص ما عاد بعمل خطوه. حتى نحن لطلاب البكالوريا بنقول لهم انت بتحفز حالك، بتقول لحالك انا رح انجح، انا رح نظم وقتي، انا رح اجيب علامات تفوق. هذا الكلام اللي انا بقوله لحالي، ما بنطر حدا خارجي لي، فهذا التحفيز الذاتي تماما. انه اذا بنقول هيك بالعاميه بحفز حالي بحالي. تمام.
في أشخاص إذا صار معهم شيء سلبي بيقعدوا بيتذكروا كل ذكرياتهم السيئة، مواقف حياتهم كلها، يعني مثلاً كلها السيئة، من وين هدول الأشخاص بدهم يجيبوا تحفيز ذاتي؟ من وين حيجيبوا طاقة إيجابية برأيك؟ هلأ شوفي، أنا أهمية التحفيز الذاتي بتكون بثلاث شغلات، ثلاث شغلات بيساعدوا لما يصير معه موقف كيف يحفز ذاته. هو أهمية التحفيز الذاتي بتيجي إنه ليعلي لك ثقتك بنفسك. يعني أنت عندك مهارات وعندك إمكانيات، بس التحفيز الذاتي إنك أنت تقولي أنا بملك المهارات والإمكانيات اللي بتخليني أنا روح أحقق هذا الهدف اللي أنا بدي إياه. تماما. هلأ التحفيز الذاتي كمان هو اللي بيخليك ترفعي من استحقاقك. هلأ الاستحقاق هو شعور داخلي بأنه أنت شخص بيستحق كل شيء بالحياة. مثل ما بتعرفوا في أشخاص بتحس حالة أنه أنا ما بستحق شيء، وبتنظر لحالة هي نظرة أنه ما أنا منيحة هيك، بالنفس حتى تحكي، توجه كلام، تطلع تمام. مشاوير، تتعرف على أشخاص جداد تمام. بالحياة ما تمام. فكرة الاستحقاق أنه أنت حدا يكون طموح وأنت بتحسي حالك لا أنا بستحق كل شيء حلو بدي إياه بحياتي وأنا قادرة أعمله. فالتحفيز لما أنت بتصير تقولي لحالك لا أنا بستحق أني أوصل للهدف اللي بدي إياه وأنا بستحق أنجح وبستحق السعادة، فالتحفيز بيساعدك يكون عندك هذا الاستحقاق العالي، لأنه هو بيخليك أنه يدعم لك. فأنت أول شيء هو دعم لك ثقتك بنفسك، لأنه ثقة بالنفس هي أنه أنت يعني عندك مهارات وإمكانيات للهدف. دعم لك استحقاقك أنه أنا بستحقه لهذا الهدف، يعني مو بستحق أي هدف عادي. هلأ ثالث شيء هو فكرة الخطوة، أنه هو بيخليك تعملي الخطوة، لأنه أنت أحيانا مثلا أنت تحفزتي وعندك ثقة بالنفس بس أنت ما بتعرفي وين بدك تروحي، فالتحفيز بيقول لك لا روحي اعملي الخطوة اللي أنت بدك إياها، وبيخليك تعملي حالة الاستمرارية. خلينا نركز على فكرة الاستمرارية. نحن اليوم كنتوا عم تقولوا كيف أنا بحفز حالي. هلأ أنا إذا عندي استحقاق عالي وعندي ثقة بالنفس بس حسيت للحظات أنه أنا صار معي موضوع أو مشكلة ووقفت، فمين هو اللي بيخليني أنا أمشي؟ المحفز خارجي ولا أنا؟ أنا اللي بصير بصير أقول لحالي معلش هالمرة ما زبطت بس المرة الثانية بتزبط، معلش كل الناجحين مروا بهيك ظروف. ففكرة تحفيزي مع حالي أنا اللي بدي أجيبه لحالي. لهيك أنا بالبداية ودائما بقول لهم اللي بدربهم أنه دائما مفاتيح نجاحكم هي جواتكم، ما تخلوا مفاتيح نجاحك هي خارجية، هي من برا. هون حتكون ضعيف. في كتير من الأشخاص مثلا بيعملوا شيء بيروحوا لعندي ما مثلا انا اليوم عملت هيك سمر انا اليوم عملت هيك، هن بيطالبوا العالم انه يقولوا لهم برافو، بيطالبوا العالم انه يحفزوهم، بيطالبوا العالم انه هن يحكوا عنهم. هي قلة ثقة ولا هن بحاجه لتحفيز الاخرين؟ هن هدول اشخاص معتمدين على محفز خارجي، فهذا شيء يعني هو عنده نقص بتحفيزه الداخلي. لهيك نحن رح نساعده انه كيف يحفز حاله داخليا. التحفيز الخارجي وانت لو تصيري تعتمدي مثل ما قلتي انه مديرك يقول لك شكرا، انه زميلك بالعمل يقول لك كمان شكرا. احيانا في ناس بتعتمد انه صديق معين دائما يحفزها، وانه لازم تقول له للصديق انا عندي هذا المشروع وهو يدعمه بهذا المشروع، بس هذا النوع من التحفيز ضعيف لانه ما انه دائم، لانه انت ممكن بلحظه هذا الشخص هو يصير نفسه معه مشكله ما بقى قادر يدعمك إليك صح. حتى ممكن فرد من افراد العائله اللي انت محتاجتي انه يدعمك كمان ممكن يسافر، ممكن يبعد، ممكن يصير عنده ظروف، فما فيكي تعتمدي على المحفز الخارجي. فلهيك نحن بدنا نقول لهم كيف هن يعملوا خطوات يصير تحفيزهم داخليا، ما بقى يعتمدوا على شيء خارجي. طيب كيف ممكن نحن نعطيهم القدره والقوه والثقه ليبلشوا من اول وجديد ويحفزوا نفسهم ويمشوا على الطريق الصح؟ واكيد هو طريق النجاح. تمام. هلا انا اليوم اذا انا بدي اتحفز داخليا، بس انا حدا في الصبح باكل وبشرب ما عندي هدف، هل من المعقول اني انا اكون متحفز؟ اكيد لا. لهيك واحد من الامور انك انت لحتى تصير حدا عندك تحفيز داخلي انه يكون عندك هدف في حياتك، انك انت لما تفيق الصبح عارفان انا ليش عم فيق، انا عندي شيء بدي اساوي له. فهذا واحد من الامور اللي كثير مهمه انك انت يكون عندك هدف بحياتك. هلا ثاني شيء كثير مهم هو بحفزك، افترض ان انت عندك بطريق وانت واقفه على الجنب، هدفك هون بهذا الطريق، هل انت ممكن بلحظه تقدري تعرفي او تقدري تندمجي بهذا الهدف او تتحفزي له؟ لا. كيف تتحفزي له؟ لما بتروحي وبتوقفي على الطريق وبتعملي اول خطوه. تمام صح. وحتى لو كانت هي الخطوه مو ناجحه او مدى سلبياتها، هي الخطوه بهذا الطريق. تمام. هو الاسم هو أكيد صحيح. الاستمرار لا يقدر الواحد يحصل على النجاح. كتير بنسمع أنه أشخاص حاطين هدف براسهم مرة واثنين وثلاثة وعشرة ما عم بيمشي الهدف، ما عم تتيسر أمورهم، ما عم بيمشي الحال، فأكيد هنا أكيد
يعني بيصلوا لمرحله ما عاد بدهم هدفهم، يمكن يغيروا الاهداف، يمكن يقعدوا بالبيت. هو مجرد انك توقفي على هذا وشفتي نهايه الهدف هذا حيشجعك. هلا من الامور انا كثير بعتبرها انه هي بتعمل التحفيز الذاتي، هو لما انت بتصيري بتقري عن ناجح بنفس مجالك. يعني انت اذا طالب بكالوريا وصرتي تقدري تحضري المتفوقين، شو بيصير معك؟ بتصير بتحسي حالك ايه انه انا عرفت شو بدي، حتى حلمك جوا تماما، وبتصيري بتحسي حالك انه خلص انا عرفت شو بدي اساسا. احنا بنقوله بالطاقه انت توافقت معه طاقيا لهذا الهدف. لا هو تفوق شعور كثير حلو، يعني جد بقول مبروك لاختي دانيا انه يعني طلعت امبارح من المتفوقين، فشي بيرفع الراس، شي بيحفزها تدرس اكثر واكثر، بيحفز الاخرين لما يشوفوها، بيحفزنا نحن هيك يعني انه ثقه كثير كبيره فيها، وكثير يعني فرحه كثير كبيره بتكون للعائله اكيد. هلا كمان من الامور اللي كثير مهم تعرف ترفع الاستحقاق هي التوكيدات. لما انت بتخصص باليوم ولو دقيقتين تصيري تقول تحكي مع حالك انا بقدر، انا ناجحه، انا متفوقه، تحكي مع حالك، لانه انت لما بتحكي مع حالك انت ما بقى بحاجه هذا المحفز الخارجي. كنا عم نحكي على موضوع انه انت لما تروح تشوف اشخاص ناجحين، هلا هذا الموضوع مهم. انا بنصح دائما الاشخاص اللي بفوتوا بي او بدهم يحققوا شيء او يعملوا تحفيز، حطوا صوره للشخص اللي نجح بنفس مجالك انت بدك اياه. مثلا طالب بكالوريا انت حضرت لقاءات المتفوقين، حط صوره لطالب متفوق معك بقلب الموبايل، فانت مجرد ما فتحته لما تبلش نفترض تلتهي او انك تفتح سوشيال ميديا، فهو حيذكرك هذا الطالب انه انا نهايتي اني انا اصير مثله. فهذا شيء كثير مهم. كمان الامور اللي كثير مهمه مثل ما قلنا نحن فكره التوكيدات، في انا في سؤال كثير كثير بحبه، بعتبره هذا جدا محفز داخلي. دائما لما يكون عندك مشروع وتحسي حالك انك انت خايفه انه يمكن ما يتحقق، اسالي حالك هذا السؤال، ماذا لو تحقق هذا الهدف؟ جربي اسألي حالك هذا السؤال وغمضي عيونك وتخيلي شعور كتير حلو انه انا عندي مشروع بس انا خايف منه، طب ماذا لو لا اتحقق هذا الهدف؟ غمضت عيوني وبلشت اتخيله. شفتي المشاعر اللي بتيجيكي؟ فكرة انه انا ايه قديش حلو المشاعر، قديش حلو انه اهلي عم يباركوا لي وقت نجحت، طب قديش شعور رفقاتي انا لما باركوا لي بهذا الموضوع، قديش رح يتولد ثقه، قديش رح يتولد يمكن انك تعملي يصير عندك هدف ثاني وثالث ورابع. هي اهم شيء انه حلمنا ما يتوقف واهدافنا ما تتوقف. فديما احنا كثير بدنا نتشكرك على الصباح الحلو، تسلموا يا رب، ان شاء الله كل حفزنا اللي عم يسمعونا. اكيد نحن تحفزنا اكثر. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا. اكيد سمر، لهون وصلنا لنهاية مشوارنا الصباحي، بدي أتمنى نهار حلو لكل المشاهدين، وأكيد شكر من القلب لمطعم رمان يلي عم يستضيفنا يوميا الساعة 9 صباحا، وشكر كتير كبير لكم مشاهدينا، نهارك حلو. نهارك سعيد يا علي، أكيد شكر لمطعم رمان على استضافته هالفترة، لأننا كتير مبسوطين، كتير في رعاية واهتمام. أكيد لهم نكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي، انتظرونا بكرة على الساعة 9 وإلى اللقاء. باي باي.